أثمرت الغرسة اللي غرسناها بهذا المؤتمر الشباب الجامعي وسوق العمل. الهجرة أمل وليست ألم. لكن هل يكفي أن نخرج الطلاب من الجامعات؟ جاء هذا المؤتمر حتى يوجه الطلاب ماذا بعد الجامعة؟ طلاب سوريا وظيفته هي تمكن الشباب الجامعيين من مرحلة دخول الجامعة إلى مرحلة دخول سوق العمل، ولهالسبب نحن أعلننا عن تأسيس نادي الخريجين اللي راح يجمع الخريجين سواء في تركيا أو في دول تانية لحتى نمكنهم ونشبكهم مع المؤسسات والشركات لحتى يدخلوا ينضموا لسوق العمل. اليوم بالتحديد نحن البرنامج تبعنا في عنا مخيم تدريبي من مدة نصف نهار، وعنا نصف نهار اللي هو التوفيق مع شركات من ضمن قاعدة بياناتنا ببيلدينج ماركتس. إن شاء الله سنكون متواجدون ضمن معرض التوظيف في ستاند خاص لمجموعة امتلاك، سنعرض من خلالها الفرص الشاغرة لدينا ونتعرف على الخريجين جدد ونبحث معهم إمكانية التعاقد معهم سواء عمل أونلاين أو في مقر شركتنا في إسطنبول. كانت التجربة الأولى لي وكانت جميلة جداً. بتمنى هيك مؤتمرات تتكرر كتير لحتى يكون الطالب الخريج الجديد على دراية بالخطوة الجديدة بعد التخرج.